إذن مشاهدي شوف تيفي، صباح الخير عليكم، صبحتوا مزيانين بخير وعلى خير، نهاركم مبروك، الله يعاون الجميع اللي ماشي يخدم واللي كيقرا كذلك. وقيلا اليوم نهار الثاني ديال الموحد ديال 9، الله يعاون الجميع يا ربي بالتوفيق والنجاح للجميع. إذن حاليا كنتواجدوا معكم في سواني، في السوق ديال سواني. كما كتشوفوا معنا يعني الجو اليوم اصبحت صراحه الحراره ما بقاش ديك البرد اللي كان كاين هاد اليومين. ما كنت سبق لي قلت لكم ان الصباح كيصبح واحد شويه ديال البرد، اليوم الحمد لله لا، اليوم صباح الجو مزيون، يعني ما كاينش ديك البرد اللي كنا كنشوفوه. كما كتشوفوا معنا السوق باقي خاوي طبعا، باقي بكري، كتكون باش كيكون الصباح كيكون كلشي عامر، صنا هاد الشارع كيكون بلوكي ما تقدرش تدوز فيها لا بالسياره لا على رجل، كتكون واحد السيركيلاسيون يعني مبلوكية. صباح الخير، سمو تاع طنجة، نعم كتبان خاوية حيت باقا الدنيا خاوية. دابا حنا جبنا لكم مطاع السوق وهداك خاوية، هانتوما كتشوفو معانا يعني في السواني والدنيا خاوية، ونورمالمون هاد البلاصه هادي كتكون عامره، الا جيتو دابا في وسط النهار هاد الشارع كيكون عامر، هذا عامر يعني الطوموبيلات كيكونوا هنايا مستفين واحد مور واحد. دابا حيت باقي الصباح باقي بكري، باقي الناس ناعسين، نتوما كتعرفوا يعني الناس اللي عندهم تجاره عندهم محلات ديالو كيبيعوا ويشريو ما غاديش يجيو على 8 الصباح، كيفيقوا شويه عليهم عاد كيجيو كيحلوا طبعا. الله يعاون الجميع، نتوما كي صباح الجو عندكم، عندكم شي حراره، عندكم شي برد؟ الحمد لله الحراره رجعت دابا اليوم، عاد نقدر نقول لكم عندنا الجو ديال الصيفيه، تحس بالصح على الصباح هاد الساعات شويه عادي. الصباح كنا صافي ولفنا ان كنوضو في الصباح كنجبرو برد، دابا اليوم لا الحمد لله. نتوما كيف عامل الجو عندكم في مدينتكم اللي كتبعونا؟ حنا دابا شويه غنخرجوا على الرياضه ديال 20 غوش، حنا بدينا من السوق ديال سواني، غنصفيو واحد الروبوان دابا ديال 20 غوش ورياض 20 غوش، واللي سبق لي وقلت لكم كيكونوا فيه كيكونوا واقفين فيه مساكن ديك الناس نصا ديال لي فام دو ميناج، كيبغيو يديرو شويه الشغل وديك الشي كيجيو كيوقفو تما في ديك الروبوان. وكيف ما كتعرفوا زعما الا بغا شي واحد كان محتاج شي وحده تعاونو ولا شي حاجه كيجي كيمشيو معاه كيخدمو بنهارهم كيمشيو بحالهم، الله يسهل عليهم مساكن، حتى هما كتجبرهم يعني كيعيلو عندهم واحد الأسرة كي صراحة الله يعاونهم، ملي كيصبح الله مساكن هما واقفين تقدر تجي تجبرهم الصباح وتجبرهم في العشية كل نهار نهارو، يقدرو يكونو مثلا واحد النهار غيمشيو يخدمو فيه واحد النهار ما غادي يخدمو ما حتى شي حاجة، غيبقاو واقفين نهار كامل في ديك الرومبو مساكن إيوا الله يحسن العون، تي كامل شي يجيبو ديك الطرف ديال الخبز الحلال صرفوا بهم على راسهم على وليداتهم، تقاتلوا به على الزمان، نتوما عارفين دابا الظروف قاصحه شويه، هذا الرومبوان هو هذا، مرحبا بالناس فرنسا، مرحبا بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج معنا، مرحبا بكم، مرحبا بالناس تارودانس. نحن صراحه ما كاينش غير نتوما كتشوفوا معنا الشميشه صبحت اليوم، سبحان الله عندكم الشفات والشتا بزاف مجهده ولا غير شويه؟ الحمد لله انت بخير صحيحه، مرحبا بكم، هيا هذه هي طنج الحمد لله، مرحبا بناس فاس معنا. ولكن كيفاش الشتا؟ واش عندكم بزاف ديال الشتا ولا غير شويه؟ مرحبا بناس اي مزار كذلك معنا، صباح النور على الجميع. صباح الخير عليكم كاملين، واخا غنعاودو واقيلا نمشيو معاكم بوحدة وحدة الرياض اللي هضرت لكم عليه،
هذا دابا حاليا اللي كيسقسيش من بلاصه ديال رياض 20 غش واللي كنت كنهضر لكم عليه دابا عاد حنا جينا معكم على السوق ديال السواني جينا من جهه الداخليه على السوق خرجنا لكم دابا حاليا هنايا كنقوم معكم بواحد الجوله صباحيه واحد النقاش صباحي خفيف شويه في الصباح الصراحه الله اسمح لي الحرارة صبحت اليوم. اذا مشاهدي شفتوا بي غنتوقفوا معكم هنا ان شاء الله نتلقى معكم بعد قليل في بلايص اخرى مواضيع اخرى ان شاء الله. نهاركم مبروك.